نفصل أكثر الأخبار والتوقعات حول الأسواق العالمية مع ضيفنا من دبي رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. أرحب بك معنا أستاذ رائد عبر سكاي نيوز عربية، ونبدأ معكم من ارتفاعات العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام. القفزة فوق 3%، ماذا تعني اليوم بالنسبة للسوق؟ كيف سيتعامل معها المستثمر؟ إلى أي حد هي جاذبة؟ علما أنه هذه الارتفاعات تشير ضمنا إلى تخرجات وإلى عمليات بيع من السندات، فكيف نقيم هذا الوضع؟ حقيقة يعني ارتفاع عوائد السندات هو عبارة عن إشارة يعني تستبق الأسواق الأحداث في المرحلة الحالية، وإمكانية أن يكون هناك ضغط أكبر على مستويات التضخم بالاتجاه الصاعد. طبعا ارتفاع العوائد يعني قل الطلب على السندات، بالتالي ترتفع العوائد. الآن مع ارتفاع العوائد ازداد الطلب على الدولار الأمريكي لشراء هذه السندات بارتفاع العوائد. طبعا أيضا خلف ذلك يكمن لدينا توقعات بأن يكون هناك تضخم مرتفع، بالتالي يضطر الفيدرال الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بعدد مرات أكثر خلال هذا العام، وبالتالي الأسواق تحاول أن تسعر إمكانية 3 مرات إضافية للمرة التي تمت، يعني مجموع 4 مرات رفع لأسعار الفائدة. إذا ما كان التضخم الذي صدرت بياناته خلال القراءات الماضية وأظهر قراءات أعلى من التوقعات يزيد بشكل أكبر، وخصوصا أن الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية وفق منظور الفدرال الأمريكي واقتصاد موجه بالبيانات، أي كلما صدرت البيانات يتم تعديل السياسة النقدية، وبالتالي يكون هناك ثقل أكبر على الفدرال الأمريكي بأن الذي كان قد اكتفى ب3 مرات رفع على الرغم من تحسن معدلات النمو، لكن مع ازدياد نمو مستويات التضخم وارتفاع مستويات التضخم طبعا مدفوعة بارتفاع أسعار النفط كما نرى، يضغط على الفدرال الأمريكي بأن يتجه إلى تشديد السياسة النقدية ربما بوتيرة أسرع بعض الشيء، وبالتالي رفع أكثر لأسعار الفائدة، ولذلك نرى الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في 4 أشهر. نعم، القصة الأخرى في الأسواق اليوم هي اجتماع المركز الأوروبي، ماذا نتوقع من ماريو دراغي؟ أيضا هناك حذر لأي تغيير في السياسات النقدية في وقت قريب. حقيقة يعني مهم جدا هذا الاجتماع، خصوصا بعد غياب بعض الشيء فيما يتعلق بتوجيهات واضحة حول برنامج التيسير النقدي، حول أيضا فيما يتعلق نوايا المركز الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، ونظرته نحو معدلات النمو، ونظرته نحو ضرورة إبقاء على سياسة التيسير النقدي لفترة ممتدة أكثر من 2018. حاليا نحن من المتوقع أن ينتهي البرنامج بنهاية العام الحالي، وبالتالي ممكن ذلك يعني الآن ننتظر من ماريو دراغي وننتظر من المركز الأوروبي رؤية ومنظور للفترة القادمة. إذا ما كان فعلا هناك توجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، وهناك نوايا برفع أسعار الفائدة أيضا فيما يتعلق بمستويات التضخم التي تحسنت بشكل ملحوظ، وأيضا مدفوعة بتحسن أسعار النفط، بالتالي التخوف الذي كان لدى المركز الأوروبي والذي يبقي على السياسة التيسيرية هو التضخم. الآن التضخم يقترب أكثر من الأهداف، وبالتالي يضغط ربما على المركز الأوروبي أيضا أن يتجه نحو التخارج من السياسة التيسيرية تدريجيا، وهذا يدفع اليورو للارتفاع مرة أخرى. أيضا أستاذ رائد، ما هي التوصيات أو ربما النظرة الاستثمارية للمعادن الثمينة؟ اليوم الذهب مستقر بظل قوة الدولار، فماذا نتوقع لأداء الذهب؟ حقيقة بعد موجة الانخفاض اللي نحن شفناها على الأسواق الأسهم إجمالا وقوة الدولار الأمريكي، الذهب تعرض للضغط، لكن يعني الضغط على الذهب في الفترة الحالية محدود أتوقع، ومن ثم قد تعود مجددا الارتفاعات مع ضعف أو عودة ضعف الدولار الأمريكي، إضافة إلى نقطة مهمة جدا اللي هي أنه ممكن يكون في عندنا نحن نوع من إعادة التسعير الطبيعي لأسعار الذهب بالارتفاع بالاتجاه الصاعد خلال الفترة الحالية مع التخوفات الموجودة
حول العالم. طبعا كان مدفوع بالفترة الماضية بضغوط كبيرة بالاتجاه الصاعد، وصل فيها إلى مستويات 1365، لكن فشل في الاستقرار حقيقة فوق مستويات 1360 أو 1350 دولار للأونصة. الآن عودة لاختبار قاع قد يكون عند مستويات 1307 دولار للأونصة كمستويات دعم، ومن ثم عودة الاتجاه الصاعد تكون متوقعة بشكل كبير على أسعار الذهب. شكرا جزيلا لك أستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.